حقيقي الحقيقه مش بس وليد يعني امبارح وناس كتير. خدوا بال حضراتكم دايما يعني حتى لما بيبقى في انتقادات بتوجه للجهاز الفني او رؤيته لخطه اللعب او رؤيته للتشكيل اللي هيبتدي بيه بدايه المباراه، احنا متفقين انه مش بس الجهاز الفني نادي الاهلي، مفيش جهاز فني على راس فريق كره قدم بينافس على بطوله عايز يخسر نقطه او عايز يخسر ماتش. والناس كتير جدا كانت بتتكلم ليه ما ابتداش المباراه بالتشكيل اللي نهى بيه واللي قدر من خلاله ان هو يحسم نقاط المباراه الثلاثه. فوقات كتير جدا خدوا بال حضراتكم، طبعا الجهاز عايش مع اللعيبه وعنده قدره على تقييم مستواهم الفني ومستواهم المهاري ومستواهم البدني بشكل كبير جدا، وبالتالي هو الاقدر على انه يختار التشكيل يبتدي بيه وطريقه اللعب اللي هيلعب بيها. لكن الاهم كمان ودي اعتقد بتبقى نقطه مهمه جدا يا ساره، في عقل وفي تفكير اي جهاز فني لابد ان انا يبقى عندي اوراق رابحه اقدر استغلها او اقدر اوظفها في توقيتات معينه من المباراه زي ما حصل امبارح. المناسبه وارد جدا اجاي ووليد اكتر اثنين يمكن تالقوا بشكل كبير جدا في النادي الاهلي وكان ليهم فضل في ان احنا قدرنا نحسم مباراه ممكن جدا ومن وارد جدا ان هم لو كانوا ابتدوا ال 90 دقيقه من اولها ما كانوش يظهروا بنفس المظهر اللي ظهروا بيه او يقدروا يعملوا الفارق اللي احنا شفناه في المباراه.